السلام عليكم كل متابعين قناه اعزائي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعالم اسكندريه. موجودين فين النهارده؟ موجودين في منطقه العوايد على ترعه المحموديه، على شمال الصوره السيوف شماعه وسيدي بش، وعلى يمين الصوره ترعه المحموديه القديمه والريف السكندري. امامنا خرشه الزوايد المهاجرين الى ان نصل الى كفر الدوار، محافظه البحيره، حدود اسكندريه مع حافظ البحيرة أو مدخل اسكندرية من على ترعة المحمودية اتجاه كفر الدوار. احنا كده أعلى كوبري العوايد وأعلى ترعة المحمودية. طبعا أمامنا نهاية ترعة المحمودية المكشوفة. ليه سموها المكشوفة أو قلنا عليها المكشوفة؟ لأن مشروع المحور الجديد تم ردم ترعة المحمودية وأصبحت عبارة عن صحارات أو مواسير، وفوق المواسير بقى المشروع الجديد شريان الامل او محور المحموديه الجديد. على يمين الصوره في شركه سباهي بتاعت زمان خلاص، واحمد ابو سليمان او منطقه ابو سليمان والترعه المردومه، ومنطقه القلعه على الشمال، حجر النواتيه، كوبري الناموس، الى ان نصل لعزبه حجازي، كوبري 14 مايو سموحه. العيمين ده سوق بقى الادوات الصحيه المستعمله وموقف العوايد. يمين الصوره بقى بعد ابو سليمان في ايه بقى؟ في الظهير او الظهر لغبريال والرمل الميري والظهريه، الى ان نصل لشركه النحاس وشارع وينجت او شارع حجر النواتيه. اتجاه سيوف شماع او شماع، شماع ده راجل يهودي عميد عائلة شماع، السيوف شماع وعبد الوهاب، توصل ليه بقى شارع القاهرة سيدي بشر وشارع مصطفى كامل. هنا معقل شركات الادوية. شركات الادوية، معظم شركات الادوية في اسكندرية هنا في هذه المنطقة في العوايد وفي السيوف وشركات الغزل والنسيج. هنا مكان او تمركز اللي بيبيعوا ادوات صحيه مستعمله، اللي هي تبقى خارج بقى مشروع بتهدي شقه، بتهدي فيلا، شاليه، بيجيبوا هنا الادوات الصحيه المستعمله او اللي هي طالعه من الهدم، يجوا هنا يبيعوهم للناس للتجار، والتجار تبيعها بقى للمحتاج. قاعده، بانيو، حوض. شركات الأدوية الشهيرة في اسكندرية، الأدوية والصناعات الكيماوية ومصانع الغزل والنسيج هنا في السيوف والعوايد. سباهي كانت من أكبر الشركات للغزل والنسيج في اسكندرية. سباهي اللي صاحبها له أو يملك قصر سباهي الموجود حاليا في منطقة ستانلي على البحر. على شمال الصورة أو أمامنا بالظبط كده القادم من دوران السيوف قهوة السيد قشطة، شارع جميل أبو حريد، الساعة، فيكتوريا. يمين الصورة كده الاتجاه بقى إيه؟ عزبة عبد الوهاب أو قرية عبد الوهاب وشارع القاهرة سيدي بشر. طبعًا سيدي بشر، العصافرة، المندرة، الإصلاح، أبو قير، اتجاه يمين وترن يمين. كده احنا امامنا كوبري العوايد اتجاه كوبري ابيس واتجاه الطريق الزراعي، اسكندريه القاهره الزراعي.
امامنا شركه بيسكو مصر. طبعا مين فينا ما يعرفش بيسكو مصر. امامنا دوران السيوف، شارع جميله بحريت. من اعلى شارع جميله بحريت السيوف شماعة امامنا، مصانع الغسل والنسيج على اليمين وعلى الشمال، فيها اللي بيعمل وفيها الذي لا يعمل، فيها اللي شغال وفيها اللي مش شغال. دوران السيوف امامنا. على اليمين بقايا شركة سباهي الغزل والنسيج والمباني، المنطقة اللي احنا فيها دي اسمها المباني، في ناس بتقول عليها العصرية كده. احنا اتجاه كوبري العوايد. بكده يكون سباهي على اليمين والشركة العربية للغزل والنسيج على الشمال. احنا كده امام دوران السيوف او جنينة السيوف او حديقة السيوف، كده شمال جميلة بحريد للساعة وفيكتوريا شارع الجلاء مزدقان القطر، قرية عبد الوهاب للمشويات شمال. كده احنا امامنا شارع مصطفى كامل، يمين سيدي بشر عبد الوهاب شارع القاهرة. سيد قشطة كده العوايد. كده اتجاه شارع مصطفى كامل وكارفور، شمال ساعة فيكتوريا، يمين سيدي بشر، عصفرة، مندرة، إصلاح، أبو قير، معمورة البلد. المطاف يمين، خلفنا شارع جميلة بحريد، خلفنا العوايد. موجودين بجوار دوران السيوف. السيوف شماعة مش السيوف بحري. السيوف بحري ما بين فيكتوريا وسيدي بشر على الطرمان.